قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. الفيلم ده طلب مني كتير جدا. لكل محبين الاكشن والخيال العلمي احب اقول لك هتشوف عظمه النهارده، حاله من المتعه المشتعله التي لم ولن تتكرر. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بالهند، دوله لها قصص وروايات غريبه جدا، من ضمنهم قصه عن مجموعه من الحاكمين العظماء للهند. كانوا بيقعدوا فوق الجبل ده وبيتاملوا، ونتيجه تاملهم على الجبل ده نزل عليهم نور الهي اسمه ابراهام شاكتي. مع نور ده نزل اسلحه بقدرات مختلفه، الاقوى فيهم قدره النار، الثاني قدره الميه، الثالث الرياح، الرابع قوه التيران. ولكن مع القوات والاسلحه المختلفه دي بينزل سلاح عباره عن دايره قوته كفيله تدمر العالم بالكامل، اسمه ابراهام استرا. الحاكمين بعد ما كل واحد فيهم بقى يمتلك قوه خارقه هيتجمعوا مع بعض وقدروا يوقفوا السلاح ده، وبيقرروا انهم يحموه علشان ما حدش يقرب ناحيته، وكلهم بيركعوا قدامه. ومن بعدهم اولادهم واحفادهم. هو بيمر الزمان واجيال اجيال، ومع مرور الزمان كل اللي حصل ده بيتنسي لحد ما بنوصل ل 2022، وبالتحديد عند شيفا، شاب من الورث الخارقين، ولكن لحد الان ما يعرفش قدراته، ما يعرفش ان النار اللي جواه لها دور كبير في انقاذ العالم. ولكن كل ما بيغمض عينيه بيشوف روايات لناس ما يعرفهمش، وما يعرفش الناس اللي بيشوفهم دول حقيقيين ولا خيال. وفعلا وهو بيصلي للصنم ده بيشوف اللي بيحصل مع عالم الاثار مهم في دلهي. مهم بيكون قاعد في امان الله، ولكن بيحس بحركه في المكان. اول حاجه بيعملها بيامن على حته الحجر اللي معاه، ومره واحده الافاتار بينزل له. هو بيقول له الحجر اللي معاك ده يلزمني، بيقول له عايز راجل. بينزل كمان زور، هو بيقول له بلاش تلعب دور البطوله يا عجوز، انت مش لايق عليه. بيقول له عندك حق، جايز بكبر في السن. ولكن الاسد بيفضل اسد قدام الكلاب، بيعور ايده وبينقط على علبه الحجر وبيرميها بعيد. زور بيغضب وبيخبط وبيكسر بيه الباب، بيخشوا جوه يدوروا على الحجر، ومن غير ما ياخدوا بالهم مهم بيلبس شاره قوته. هو بيبدا يخبط فيهم يمين في شمال، ولكن اولاد الهرمولة بيفرق معاهم. بيقول لهم طيب خلينا متفقين اني مش هقدر اقتلكم، هو برضه انتوا مش هتعرفوا تمسكوني. وفعلا بيسيبهم وبيطلع يتشقلب فوق سطح البيت، بيفضل ثابت مكانه لحد ما بيسيبوا البيت ويمشوا. مهم بينزل تحت وبيمسك الجهاز ده بيكون هو الحجر، ولكن جنون بيكون في المكان وبتجري عليه بتلبسه القلاده دي وبتسيطر عليه بالكامل، بتقلعه شاره القوه وبتاخد منه الحجر. بيقول لها بلاش يا جنون، انت ما تعرفيش السلاح ده لو وقع في ايد شخص غلط ممكن يعمل بيه ايه. تقول له انت مش هتعرفني على السلاح، انا عايشه حياتي كلها علشان اجمع السلاح ده واديه للشخص المناسب. هو مره واحده شايفها بيفوق، وبمجرد ما بيفتح عينيه بيشوف قدامه ايشا، بيركز معاها وهي كمان بتركز معاه. انا وانت مركزين معاهم يا صديقي. المهم بالليل شباب بيروح الديسكو، هو برضه بيشوفها هناك، الاثنين بيركزوا مع بعض، هو برضه انا وانت مركزين معاهم يا صديقي. المهم بتنتهي الحفله وشباب بيروح جري وراها، بتركب الاسانسير بنط معاها، بتقول له انت مين؟ بيقول لها انت اللي مين؟ وكنت فين من سنين؟ انا عايزك بس في كلمتين، انا لسه شايفك من يومين، مش فاكر اتقابلنا فين، ما تيجي معايا على الحسين، وبالمره نجيب الواد حسنين. بتقول له مش فاضيه معايا حفلتين، بيقول لها وانا كمان معايا حفله ومش هينفع ما اروحش. تقول له طيب مش هتعزمني؟ بياخدها معاه، وهما الاثنين بيقضوا ليله في منتهى الجنون. والحفله اللي بيكون رايحها شيفا بيكون عيد ميلاد طفل في ميتم، بيقضي معاها عيد ميلاده، وايشا بتعجب بشخصيته الحنونه قوي فبتخش تحنن معاه. بيخلصوا تحنين وايشا بتروح تقعد معاه في اوضته، بتقول له هو انت متجوز؟ بيقول لها نفسي، مش هتبقى لي مراتي وبس، هتبقى كل حياتي، صاحبتي وحبيبتي وامي وابويا وكل عيلتي. بتقول له ابوك مش هتزعل؟ بيقول لها امي ميته وانا صغير، تقريبا سابتني في اللفه، سابتني وكل اللي باقي منها القوقعه دي، هي الحاجه الوحيده اللي سابتها لي، ولذلك تلاقيني محتفظ بيها قوي. هيشا بتتاثر وبتفضل تعيط، بيقول لها خلاص فكي بقى، بصي انا عايش بمبدا بسيط هيعجبك قوي. بيطفي النور، بيقول لها الضلمه وحشه قوي صح؟ بيولع لها نور اقوى، بيقول لها ولكن بيجي النور يحمينا، ولذلك كل واحد فينا محتاج نور ينور حياته. بتقول له يا ترى هتلاقي النور ده فين؟ بيقول لها انا لقيته فيك يا عيشة. بجد هي شغاله في شركه الكهرباء ولا ايه؟ المهم بيثبتها وبيمسك ايديها، ولكن مره واحده قوه بتهجم عليهم فبيسيب ايديها والقوه بتختفي. بيقول لها انت لازم تمشي فورا. بتقول له ايه اللي حصل؟ بيقول لها ارجوك اسمع الكلام وامشي. بيخرج بره وبيغمض عينيه، بيشوف رؤيه فيها جنون مكتفه مهان ومسيطره على عقله بالكامل. بتقول له ايه اللي بقى؟ انت معاك اول قطعه من استر، القطعه الثانيه لاقيها فين؟ والغريب انه مهم بيجاوب عليها بسهوله، ولكن بيتكلم علشان شيفا يسمع ويسبقها بخطوه. مهم بيقول لها السلاح ثلاث قطع، اول قطعه معاكي والثانيه مع صاحبي انيش، والثالثه اللي يعرف مكانها المرشد الروحاني. بتقول له الاقيه فين؟ بيقول لها في المعتزل الديني. بتقول له فين المعتزل الديني؟ ما بيرضاش يقول لها معلومات اكتر من كده، فزور بيروح عليه علشان يضربوه، ولكن مهم بيخبطه برجليه وبيقع لتحت ميت. شيفا بيكون شاف كل اللي حصل، ولكن ما بيكونش عارف ده خيال ولا حقيقه. بيروح المعبد وبالصدفه بيشوف الجرنان ده، بياخده بسرعه وبيقرا خبر وفاه عالم الاثار مهان. بينصدم وبيروح جري على الكمبيوتر يتاكد، وفعلا بيتاكد ان مهان ده عالم اثار، واللي بيتقال في الاخبار انه انتحر، ولكن شيفا الوحيد اللي بيكون عارف انه اتقتل على ايد جنون واللي معاها، وبيتاكد ان اللي بيشوفه ده حقيقه مش خيال.
بيقابل ايشا وبيحكي لها كل اللي بيحصل معاه. بتقول له يعني مهاني اتقتل على ايد بنت خارقه، وبتضحك عليه بسخريه. بيقول لها براحتك ما تصدقيش، بس انا عايزك تساعديني اوصل لشخص اسمه انيش شيتي قبل ما المجرمين دول يقتلوه. بتقول له انيش تعالى كده معايا. بتروح تعمل سيرش بالاسم، بتقول له انيش ده كمان عالم اثار. بيقول لها ايوه هو ده. بتقول له خلاص طالما متاكد انه هيتقتل بلغ الشرطه. بيقول لها هقول لهم ايه يعني؟ هقول لهم حلمت بالاشخاص اللي هيقتلوه، انا لازم اروح له واحذره قبل ما جنون توصل له. بتقول له خلصان انا هاجي معاك. بيقول لها وانا رايح الملاهي جنونه اللي معاها خطرين جدا، انا ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل هنا. بتقول له رجلي على رجلك مش هسيبك لوحدك. وفعلا بتروح معاه، وهما في الطريق بيمسك ايديها ومن غير ما يحس نار بتخرج من كف ايده. الاثنين بينصدموا، وايشا بتقول له انت كويس؟ بيقول لها ما تخافيش انا كويس، بصي انا زيك ما اعرفش ايه اللي بيحصل، ولكن انا النار ما بتاذينيش. بتسيبه وتمشي، فبيروح جري وراها. بيقول لها على فكره مش ذنبي اني اتولدت كده، انا ما اعرفش ليه ده كله بيحصل معايا، حقك تخافي مني وتمشي. تقول له انا ما خفتش منك، انا خفت عليك بس زعلت منك لانك خبيت عني حاجه زي دي. بيقول لها انا بحبك. بتقول له ازاي يعني؟ بيقول لها بحبك من اول مره شفتك فيها، بحبك وهفضل احبك لاخر يوم في عمري. بتقف مصدومه من كلامه، وبتكون خلاص هتقع، فبتمسك في ايد البنت دي. البنت دي بتكون جنون، بتسيبها وتمشي، وشايفه بيقوم مصدوم. بيقول لها هي دي جنون وهم دول الاثنين اللي معاها، يلا بينا بسرعه قبل ما يوصلوا الانيش. بيخشوا جوه، وايشا بتقول له بص هناك ده واحد منهم، هو ازاي بينط المسافات دي كلها؟ بيقول لها مش وقت اسئله، يلا بينا قبل ما ينطوا على الراجل ويقتلوه. بيخشوا جوه، بيلاقوا انيش بيروح وراه، وبرده جنون بتكون وراه. هيشا بتخاف، بيقول لها امشي في ثبات ما تخافيش، هم ما يعرفوناش اصلا. بتقول له طيب بص انت روح ورا انيش وانا هعطلهم علشان ما حدش يجي وراه. بينفذ كلامها وبيروح لانيش، وبيكون خلاص هيتكلم معاه، ولكن رافاتور بيكون جاي عليهم. ايشا بتخبط فيه وبتعطله، وبتقول له ممكن بعد اذنك تليفونك؟ عايز اعمل مكالمه وتليفوني فصل. بيقول لها انا مش معايا تليفون، شوفي اي حد غيري. بتسيبه وتمشي، بيبص بيلاقي انيش اختفى، بيفضل يدور عليهم في المكان، وشيفا بيكون مخبي انيش. رافاتور بيسيبهم ويمشي. شيفا بيقول لانيش انا عارف انك عضو في برهما، وعارف ان ليك علاقه بمهان، ما تستغربش انا عرفت ازاي، المهم انا جيت احذرك، حياتك هنا في خطر، لازم نمشي من هنا فورا. بيقول له تمام. بيتصل بايشا، بيقول له ايه رايك فيها يا برنس؟ بيقول لها لا عجبتني يا بنت الجنيه. ولكن رافاتور بيجي من وراها وبيقول لها ما هو تليفونك شغال اهو، انت مين؟ وبيكون خلاص هيقتلها، ولكن شيفا بنط عليه وبيبعده. ابن الهرمه بيتحول، وشيفا ما بيعرفش يعمل معاه اي حاجه. بيمسك السلاح ده وبيحاول يضرب عليه، ولكن بيفضل يتنطط ولا طلقه بتيجي فيه. بياخد من شيفا السلاح وبيخبطه بطلقه، وبتكون خلاص هتخش في قلبه. تفتكر انها تخش يا صديقي؟ لا والله، هانيش بيجي جري وبياخد الطلقه مكانه، ما بيموتش لان في الحياه بيكون معاه قوه التور. بيقوم لرافاتار وبيخبطوا واحده بيريحوا على الارض. بيقول لهم يلا بينا بسرعه، ولكن جنون بتحضر في المكان، بتقفل عليهم كل الابواب. انيش بيخبط الارض بيفتحها، وبيهربوا من الدور اللي تحت. بياخدوا العربيه وبيهربوا، وهم في الطريق شيفا بيقول له احنا لازم نروح ننقذ المرشد الروحاني، لانه ما يروحوا له هو كمان ويقتلوه. انيش بيديهم العنوان، هو بيفضلوا ماشيين كتير بالعربيه. بيريحوا في الطريق، شيفا بيقول له انا عايز اعرف حاجه، في سلاح قوي جدا متكسر على 3 قطع، لو اتجمع هيبقى دايره بالشكل ده. بيقول له ده ابراهام استرا. انت عرفت ده كله ازاي يا شيفا؟ استرا ده سلاح قوي جدا ممكن يدمر العالم بالكامل. بيقول له جنون عايز اتجمع السلاح ده، معاها اول قطعه والثانيه معاك والثالثه يعرف مكانها المرشد الروحاني. بيقول له قصدك على القطعه دي؟ بمجرد ما بيشوفها بيشوف رؤيه فيها صنم لشخص غريب ما يعرفوش. المكان بيتغير وبيشوف حجر جنون قدامه. بيقول لهم جنون قريبه مننا قوي. بيبص حواليه، بيقول لهم هي اللي في العربيه اللي هناك دي. انيش بيقول لهم انتوا لازم تمشوا من هنا حالا. ايشا خلي معاك الحجر ده، وصليه للمرشد الروحاني وسلميه لي عليه. شيفا بيقول له انت هتيجي معانا. بيقول له مين هيوقف جنون؟ لازم افضل هنا علشان اعطلهم، لو جنون جمعت السلاح ده ممكن تحصل بلوى كبيره. بيسيبه ويمشوا، هو فعلا بيقف قدام عربيه جنون، هو بمجرد ما بيقرب بيهجم عليهم بكل شراسه. شيفا بيكون شايف كل اللي بيحصل في رؤيه، وزور بيفضل يضرب بالسلاح على انيش لحد ما بيوقفه. تفتكر ان انيش انتهى صديقي؟ لا والله، بيقوم لهم تاني وبيفضل يجرجر فيهم لحد ما بيرميهم لتحت وبيقع معاهم، كلهم بيموتوا. هيشا بتقول لشيفا ايه اللي حصل؟ بيقول لها جنون وزور وانيش ماتوا. بتقول له طيب اوعى خلينا سوق مكانه. ومره واحده بيلاقي رافاتار قدامه، بيفضل يجري وراهم لحد ما بيوصلوا قصر المرشد الروحاني. ولكن شيفا قدام القصر بنط من العربيه وبيرمي رافاتار اللي تحت هو والعربيه. بيروحوا قدام القصر ولكن بيلاقوا الباب مقفول. شيفا بنط علشان يفتح الباب من جوه، وهيشا بتقول له وانا كمان. بيقول لها انت ايه؟ بتقول له ده ردي على كلمتك اما قلت لي بحبك، ساعتها ما قدرتش ارد عليه. بيفرح قوي، ولكن رافاتار ابن الهرمه ما بيكونش مات. بيجري على عائشه وبيكون خلاص هيقتلها. تفتكر انه هيقتلها؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله، شيفا بيغضب واخيرا قوته بتخرج من جسمه، وبيحرق رافاتار وبيرميه مشوي لتحت. المرشد الروحاني بيكون شاف كل حاجه، وشيفا بعد ما بيخلص بطب ساكت. بياخدوه على جوه ينيموه، وشيفا بيشوف رؤيه فيها جنون، بتكون عند الصنم اللي بيشوفه دايما، وبتقول له انا جبت قطع من سلاح استرا، فاضل بس قطعتين، واحده مع المرشد الروحاني والتانيه مع شخص جديد داخل اللعبه، والظاهر ان قدراته اكبر من قدرات
قدراتي بكتير. النهارده قتل واحد من زمايلي، علشان كده طالبه منك تديني قوه زياده علشان احارب بيهم واجيب باقي السلاح منهم وارجعك تاني للحياه. وفعلا بينفذ طلبها وبيديها احجار كتير تكون بيها جيش. شفا بيفوق وبينزل تحت لايشا، بياخدها بالحضن وبيقول لها انا اسف خضيتك عليا، يلا بقى علشان نمشي من هنا. ومره واحده بيخش عليهم الشباب دول. ايشا بتسلم عليهم، بيقول لها انت تعرفيهم؟ بتقول له اكيد، دول وارثين مواهب وجايين عند المرشد الروحاني علشان يدربهم. سينا بتقول له المرشد الروحاني مستنيك على نار، عايز يتكلم معاك روح له. وفعلا بيروح له وبيقف قدامه، بيقول له واو، لما سمعت اسم المرشد الروحاني قلت اكيد هشوف راجل هيتيا، ولكن انت في الحياه تشبه نجوم السينما. لا عندك حق يا شيفا، وتحديدا يشبه اميتاب باتشان بالظبط. المهم بيقول له بص يا ابني، ما تاخدش الناس بالمظاهر، انت اللي يشوفك من بره يقول عليك شاب عادي، انما انت جواك في محارب شرس بقوه جباره. بيقول له يا عم لا جباره ولا منباره، انا برايا زي جوايا مفيش اي اختلاف. بيقول له بص يا ابني، احنا كلنا اعضاء ابراهام موجودين هنا علشان نحمي الاسلحه السماويه، انما انت مختلف عننا كلنا، انت نفسك سلاح سماوي. امبارح انت حرقت واحد بابشع الطرق علشان حاول يزيكم، حابب اقول لك ان دي البدايه، هيجي يوم بشراره منك هتدمر قريه بالكامل. ايه رايك في كلامي؟ بيقول له رايي انك تخف الحشيش يا باشا، لانه ممكن يقتل واحد في سنك. بيقول له حقك ما تصدقنيش، ولكن لازم تفضل معايا لاني هعمل منك تنين كاسر. بيقول له يا ساتر، بصراحه فرصه عظيمه ان انضم ليكم، ولكن انا ردي هيصدمك، انا لا عايز ابقى كاسر ولا ناصر، انا عايز امشي من هنا واكمل حياتي شاب عادي زي ما انت بتقول، ماليش دعوه بحمايه اسلحه ولا الدوشه دي كلها. بيقول له لا ليه، وما عندكش اختيار تاني. ما فكرتش ليه الروايات دي بتجيلك انت بالذات، وليه وصلتني هنا برجليك؟ كل ده يدل ان جه الوقت علشان تخرج قوتك. بيقول له وانا قلت لك دي معركه مش معركتي، سلام عليكم. هو بيسيبه ويمشي. بيقول له المعركه دي كانت معركه ابوك وامك. بينصدم وبيقول له ازاي يعني؟ بيقول له زي ما ابوك وامك كانوا اتنين منا، انت كمان واحد مننا، ولو مشيت دلوقتي مش هتعرف اي حاجه عن ابوك وامك، ومحدش هيعرفك حاجه لحد ما تموت. بيقول له انت لازم تحكي لي كل حاجه عنهم. بيقول له تفضل معايا وهتعرف كل حاجه في الوقت المناسب، وكل اللي عليك دلوقتي تبدا تدريب وتخرج الوحش النار اللي جواك. بيقول له انت كده بتجبرني افضل هنا. بيقول له مستعد اعمل اي حاجه علشان احمي سلاح ابراهام استرا، انت الوحيد اللي تعرف مين اللي بيحاربه علشان يجمعوا السلاح، ولذلك لازم تكون موجود هنا. ودع حبيبتك علشان تبدا تدريب. هو بيسيبهم ويمشي. وفعلا شايفه بيودع عائشة، هو بتسيبه كمان هي وتمشي. المرشد بيتكلم معاه وبيقول له مين هي جنون دي؟ بيقول له واحده مجنونه بالسلاح وعايزه تجمع الثلاث قطع باي شكل، معاها دايما حجر شبه الفحم المولع. بيقول له تمام، وايه كمان؟ بيقول له في حاجه كمان بس مش بتكون واضحه في الرؤيه، في زي مرشد روحاني دايما بيدعمها وبيزودها قوه وبيحميها من الموت. بيقول له ها تعرف حاجه تاني؟ بيقول له لا معرفش حاجه تاني، ولكن كل اللي متاكد منه انها عايزه تقتلك وتاخد القطعه اللي معاك، وعلى ما اعتقد مش هتعرف توقفها لانها اقوى منك بكتير. بيضحك هو، بيقول له اللي ما تعرفوش جنون اني انا معايا سلاح جديد هيخلص عليها وعلى كل اللي معاها، بس هو مش شغال دلوقتي، وعلشان نشغل السلاح ده لازم من جواه يامن بقدراته. لازم تدور على زر تشغيل قوتك يا شيفا. اتفرج على زمايلك اللي جم قبلك. بيبص عليهم، شير بيلعب بالقوس بتاعه قدام رافينا، هي اللي بتكون ماسكه درع وعندها قدره دفاع فتاكه، والطفل تسانغ بيقدر يتحكم في الرياح. شيفا بيبدا تدريب وبيحاول يخرج نار من ايده ولكن ما بيعرفش، واخر اليوم بيروح ينام وبيشوف رؤيه فيها الشباب دول بتخش عليهم جنون وبتلبسهم السلاسل دي وبتسيطر عليهم بالكامل. بعدها بيشوف ايشا، هي اللي بتكون قاعده بتفكر فيه، ولكن بيكبس عليها زور الهي يتشك في زوره. هو بيقول لها قولي لي فين مكان المرشد الروحاني، بتخاف منه وتجري، وهو بياخدها جري وراها، ولكن مره واحده بتقف في وشه وبكل ثقه بتقول له مش هقول لك، لان بيكون في ثلاثه بيحموها تبع المرشد، بيكتفوه بالكامل، ولكن ابن الهرم بيفك نفسه وهو بيهرب من المكان، بيكسر الحيطه بيوقع ايشا لتحت. شيفا بيفوق وهو بيصرخ وبيروح جري يتصل بيها، بترد عليه بيقول لها انت كويسه؟ بتقول له ما تقلقش، رجاله المرشد انقذوني. المرشد بيروح له وبيقول له ما تقلقش، انا كلمت رجالته وهيجيبوا ايشا على هنا، ولكن برضه شيفا ما بيهداش. هو بيقول له انت مش فاهم حاجه، انا حاسس ان ايشا هي زر تشغيل قوتي، مفيش نار بتخرج من جسمي الا وهي جنبي. بيقول له انت ليه مش حابب النار؟ ليه مش حابب تشوفها قدامك؟ بيقول له لان هي كانت السبب في موت امي، امي ماتت محروقه. بيقول له دي كانت حادثه، النار بيكون ليها فايده كبيره لما بنكون متحكمين فيها يا شيفا، وانت كمان لازم تستغل النار اللي جواك صح وتتعلم تتحكم فيها علشان ما تاذيش الناس اللي ما تستحقش الاذيه وتاذي بيها الناس المؤذيه. شيفا بيقتنع واخيرا بيلمس النار، واخيرا قوته بتبدا تخرج من جسمه وبيبدا يتحكم فيها. بيفضل يتدرب على قدراته لحد ما بيوصل لمستوى بيبهر كل اللي حواليه بيه. المرشد بيقول له خلي الولاعه دي معاك علشان تخرج قوتك بيها. ومره واحده بيظهر لهم واحد من اللي بتتحكم فيهم جنون، بيجي جري على شيفا، ولكن شيفا بيخفي قوته فبيسيبهم وبيكمل في الغابه. شيفا بيقول لهم ده لابس نفس الحجر اللي بتلبسه جنون. المرشد بيقول له جه الوقت اللي تعرف فيه قصه امك وابوك، تعالى معايا. بيعور صباعه التحفه دي بتتحول لعلبه،
العلبة دي بيكون فيها القطعة التانية اللي بتدور عليها جنون. بيقول لهم كلكم عارفين ان السلاح ده متقسم على 3 قطع، ولكن الاول كان قطعة واحدة كلنا بنحميها، والصنم اللي انت بتشوفه يا شيفا كان اقوى واحد فينا، اسمه ديف ملك النار. كان عنده جنون وطمع في كل الاسلحة، كان عايز يمتلك اسلحة كتير علشان قوته تزيد اكتر. هو فعلا جمع اسلحة كتير وبقى عنده قدرات مختلفة. كان بيزود قوته علشان يقدر يوصل لسلاح ابراهام استرا، وفعلا قدر يغلب كل الطلبة وخد السلاح. بكل اسوأ بدأ يستخدم السلاح، هو ما كانش فارق معاه تدمير العالم، ولكن جات اللي وقفت في وشه وضربت سلاح استرا بكل قوة، قسمته على 3 قطع، وده كان الحل الوحيد علشان السلاح يقع، وقدرت تغلب ديفو وتطفي ناره. انتهت المعركة بمكسب اميراتا، ولكن للأسف المركبة رجعت من غيرها، ولكن كان عليها قطعتين من سلاح ابراهام استرا، والقطعة التالتة ضاعت في الجزيرة وسط المعركة. بيفضلوا ماشيين لحد ما بيوصلوا المنطقة دي، ولكن بيلاقوها فاضية تماما. شيفا بيقول له طب المعركة وخلصت، انت قلت لي انك هتحكي لي قصة امي وابويا. بيقول له ما هي دي قصة امك وابوك، كانوا هما الاثنين بيحبوا بعض قبل الحرب اللي حصلت ما بينهم. قبل الحرب امك كانت حامل من ديف، ولكن ابوك حارب علشان طمعه في القوة، وامك حاربت علشان العالم يكمل. وبعدها ب30 سنة لقيتك قدامي وشفت قدرة النار اللي جواك، كانت نفس قدرة ابوك ديف. عرفت ان امك ما ماتتش في الحرب وفضلت عايشة لحد ما انت اتولدت. بيقول له انا ايه اللي خلينا اصدق كلامك ده؟ بتقطع كلامهم رافينيا وبتقول لهم انا لقيت القلادة دي. بيقول لهم دي تبع جنون، بيلاقوا جنون مسيطرة على اهل المنطقة بالكامل وعملت منهم جيش يحارب معاها. المرشد بيوقع الشجرة دي عليهم وبيسيبهم وبيرجعوا القصر. في الوقت ده ايشا بتكون رجعت، وشيفا بيروح عليها جري وبياخدها بالحضن، وبيبص بيلاقيها جابت معاها حاجة امه. بتقول له المرشد اللي طلب مني اجيب حاجة مامتك هنا بالكامل. المرشد بيقول له انا اللي طلبت الحاجة دي علشان تصدق كلامي، فاكر لما قلت لك القطعة التالتة من السلاح ضاعت في الجزيرة؟ بيمسك صبعه وبيخليه ينقط على القوقعة بتاعت مامته. القوقعة بتتحول وبتكون هي القطعة التالتة من سلاح استرا، وبيقول له هو ده الدليل انك ابن ديف واميريتا. بيقول له كده يبقى ابويا ديف لسه عايش ما ماتش، الجسم اللي كنت بشوفه في الرؤية نفس مواصفات ديف، الصنم ده حواليه اسلحة من كل اتجاه وبيدعم جنون وبيديها قوة علشان تجمع له سلاح استرا وترجعه تاني، ولكن على جثتي ده يحصل. بالليل بيخرج بره القصر مع عائشة وبيستعرض مهاراته بالنار قدامها. اكدب يا ابني، هو الكدب بفلوس؟ المهم في الوقت ده جنون بتهجم بجيشها على القصر وبياخدهم كلهم على اخوانه، بيكتفوا المرشد وكل الطلبة، وجنون بتاخد القطعة التانية. شيفا بيرجع القصر بيلاقيهم كلهم متكتفين، بيحاول يفك المرشد. بيقول له ركز، الكلبش ده فيه قوة مش عادية، انت الوحيد اللي هتعرف تفكه. بيقول له هي جنون خدت القطعة التانية؟ بيقول له خدت معاها راني وهتفضل تعذب فيها لحد ما تاخد القطعة التالتة. بيقول له انا هديها القطعة التالتة علشان انقذ راني. بيقول له اللي انت بتقوله ده خطر. بيقول له خليك واثق فيا. بيقول له انا عايزك تحرقها هي وكل اللي معاها. وفعلا شيفا الحماس بياخده وبيروح لجنون، بيقول لها القطعة معايا اهي. بتقول له هو انت؟ شكرا لانك ساعدتني كتير في المهمة دي. بيقول لها صدقيني يا جنون ديف بيضحك عليكي، وانا مش عايزك انت، انا عايز اخلص من ديف للابد. بتقول له اتكلم على اسيادك باحترام. بيقول لها طب خد القطعة التالتة اهي. بيرميها لفوق، كلهم بيقربوا منه. هيشا بتشغل الولاعة وشيفا بيعمل دايرة نار وبيولع في كل اللي حواليه، ولكن ديف بيزودهم قوة ويحميهم. بيضربوا عليه بالاسلحة وكل اللي بيعمله بيصد فيهم وبس. تفتكر انه هيفضل يصدوا بس يا صديقي؟ لا والله، شيفا بيغضب وبيخرج من جسمه كائن ناري، بيبدا يدمر فيهم واحد ورا الثاني. بالراحه يا شيفا علشاني، ولكن جنون بنت الهرمه بتتواصل مع ديف، بيديها قوه التحكم في السحاب، فالسحاب بتمطر على شيفا، بتطفي النار اللي هي قوته، بتقرب منهم وبتكون خلاص هتقتلهم، ولكن زمايل شيفا بيحضروا في المكان. ايشا بتجري عشان تاخد قطعتين السلاح، والرصاص بيكون حواليها من كل اتجاه. شيفا بيبدا يولع في اسلحتهم، وجنون بتقول لهم ما تولعوش نار في اي مكان علشان شيفا بياخد قوته من النار. ايشا بتاخد القطعتين وجنون بتروح جري عليها، ولكن شيفا بيمنعها وبيقول لي ايشا اهربي من هنا. جنون بتقول لرجالتها خدوا منه قطعه السلاح وخلصوا عليه. تفتكر انهم هياكلوا معاها صديقي؟ لا والله، بينزل فيهم تخبيط يمين في شمين. الهندي ما بيفرقش معاه رجاله خارقين، مش محتاجين قوه خارقه، هم قوتهم في كتبهم. المهم رجاله جنون بيتكتروا عليه وبيثبتوه على الارض وبيكونوا خلاص هيقتلوه. تفتكر انهم هيقتلوها صديقي؟ لا والله، البيت ده بيولع وهو ده اللي مستنيه شيفا، بياخد قوته من النار وبينفجر فيهم، بيبدا يشفلح فيهم واحد ورا الثاني ولا العبد لله في عز شبابه. وقام يتبتشان رغم ان العظمه كبرت، ولكن نزل تقطيع بالسيف بتاعه ولا شاب في العشرينات. انا مبورش ولا بقول ان ليك 750 سنه عايش، تعيش وتكذب يا جد 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 جدي. المهم جنون بتزنق عائشه وبتكون خلاص هتاخد منها القطعتين وتقتلها. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، شيفا بيحضر في المكان وبيحط قدامها جيش من النار. بيقول لها استسلمي يا جنون والا هتخسري حياتك. بتقول له حياتي مش ملكي علشان اخسرها، واكيد اللي معاه حياتي مش هيسيبني اموت قبل ما ارجعه. بتكلم ديف وبتخليه يوقف شيفا، وفعلا بيوقفه، بتسيبه وبتروح لايشا. وزور بيمسك في شيفا وابن الفيل بيكسر عظمه، وجنون بتكون خلاص هتمسك ايشا، ولكن الطفل تنزغ بيرفعهم هما الاثنين في الهواء وبيرمي جنون لتحت. وزور بيكون خلاص هيقتل شيفا، ولكن جد 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 ابويا
اخويا بينقذه في اللحظات الاخيره وشباب بيخرج سلاحه الناري وبيغرزوا في كرش زور. الكل بيكون في منتهى السعاده وايشا بتاخد الطفل اللي انقذها بالحضن، ولكن مره واحده بتغرز السكينه في ظهره وبيقع لتحت. بتكون جنون هي اللي قتلته ولسه عايشه ما ماتتش. بتاخد الاحجار من ايشا وبتكمل سلاح استرا، بتقدم روحها كقربان وبتموت. وفعلا السلاح بيشتغل وايشا ما بتعرفش تتحرك من مكانها لان الارض بتبدا تتفرتك. شباب بيكون هيجري عليها ولكن المرشد بيقول له دي بدايه النهايه، لازم نهرب من هنا حالا، سيب ايشا يا اما لو رحت لها هتموت. بيقول له انا مش هقدر اعيش من غيرها وبيروح جري على ايشا. بعد ما عفره بيوصل هناك وايشا بتاخده بالحضن وبتقول له لو هربت كنت هتنقذ حياتها. بيقول لها ما هو انت حياتي وجيت هنا علشان انقذها. طب بذمتك انت وهي ده وقت محن؟ في كوكب هيتدمر وناس هتموت، اتصرف يا عم الروهش. وفعلا الضوء بيكون خلاص هيضربهم ولكن قوه شيفا بتظهر وبتصد الضوء. المرشد بيستسلم للموت وشيفا بيعافر علشان يمنع الضوء، وبعد معاناه قوه شيفا بتوصل لسلاح استرا وبتوقفه. كل حاجه بترجع زي ما كانت. شيفا بياخد السلاح وقوته بتتطور وبيقدر يخرج النار من جسمه بدون ولاعه. ركب شطاط بوتاجاز بالكهرباء يا صديقي. المهم بينتهي الجزء الاول، والجزء الثاني بيظهر فيه صنم ديف اللي اول ما ظهر الضوء خرج من الصنم ورجع تاني للحياه. هو بيكون ناوي على دمار العالم بالكامل، وهنا بينتهي الكد. وإياك يا صديقي تطلب الجزء الثاني لان الجزء ده لسه 2022 باذن الله. بمجرد ما ينزل الجزء الثاني اكيد هلخصه. اهم حاجه ما تنساش تخش تاخد لفه في القناه وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتشترك في القناه هنا والقناه الثانيه اللي هبدا انزل فيها يوميا ابتداء من يوم 20/1/2023. هسيب لك رابط القناه في اول كومنت، واكتب لي كومنت من قلبك يفرحني، وحط لايك للفيديو لو عجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.